ديما ان شاء الله غادي نختار شي مجموعه د النباتات نزيدها في الزرقه اللي عندي في الدار. وبغيت شي حاجه ديال الظل. هنا كنشوف كيفاش كاينه. ما طرتش هاد البومبو، ولكن المشكل ديالو هو ملي كتعلو في الماء قدر الماء تهرق لك على شي فراش، ولا هذا هو المشكل ديالو. هو زوين واحد بيبينيا كاينه في طنجة قديمه اللي ما كناخذ منها. كل زوين الحق. او السيدة سمعكم مسقسك على هادو ديال الطل نختار انا هذيك لي كاينه هذه النبته هذه سولت عليها قالت الثمن ديالها 45 درهم. هذه كتسقى مره في 15 يوم هي زوينه وكتعيش كتعيش مده زوينه تيشفاها عند الناس العائله صبراتها. كاينه عاوتاني البومبو هذيك الثمن ديالها 45 درهم وقالت الثمن ديالها 50 درهم وحيدة كتعيشي في الماء. هي زوينة فقط عندك الشجرة هي الأحسن تاخد هي صغيرة تضيق في خاصها ديال الصبر الكبير ولا زانيولا. عجبوني هادو في الثمن ديالهم مغاليش عليه 50 درهم كتكبر 50 درهم يقدر يخلي عليه 40 درهم ولكن كي كتولي نوريكم كيفاش كتولي إلا تهليت فيها. تكبر في الشجره واخا حتى تكون صغيره والثمن ديالها رخيص بنفس الوقت صافي كتولي كبيره. واو هذه غنختار هاد لاسين قال لي كاين يا دوك الشيء اللي ناقص الثمن ولكن محلي عقل جودة ناقصة شوية خاصك شي حاجة اللي تبقى عايشة ماشي دغيا تبهات ولا تموت. هاديك لاصيغ الأولانية قال لي ديال أوروبا هاديك زوينة هولندا عجبوني هاديك الساعة الأولى اللي تجيني صغير هذا الثمن ولكن فيه الجودة. هذا قال لي رخاص الثمن ولكن لاصات هي محلية. حقا لي بشوف بحال هكا في الشركات ولا بلايص لي كبار Gracias.
في لي كوفاقا اون بوكسيون زوين زوين. يا زين زين تيا هاد السيتيات صافي راه خدينا هاد صافي يا صافي راه خدينا رايا لا 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 ياس 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 والله ما شفتها Bye.